صبايا عم بيرحبوا فيك بالملبن والشاي. هو ينفع الحاجة اللي أنا ما أقدرش أكلها ما أكلها صح؟ لا هنغسل من الظرف على طول، الظرف هيقل. هنبلش نحت لقائنا. أوكي. الراجل مش عايز فوطة، ده عايز بشكير يمسح بيه عرقه. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي، أهلا وسهلا، أهلا أهلا. نحن بمطعم وأجواء أكل، خبرني كيف علاقتك بالمطبخ؟ إحنا متجوزين عرفي بقالنا 3 سنين. بس شو اللي خليك تلجأ لهالعملية السليف؟ ما خفت منها؟ لأنه في أشخاص أوقات بينضروا منها. والله على الله بقى من. والله الحقيقة لجأت لها لأني صحيت من النوم في يوم لقيت نفسي بكرر عرقني. محمد فؤاد بيسمع لمحمد فؤاد؟ لا بيسمع محرم فؤاد. نحن بنعرف انه دمعتك قريبة. امتى محمد فؤاد بيبكي؟ هيبكي بعد اللي هيشوف. في امور كتير جدا بتخليك تحزني على الصاحب الخاين. شي مرة وقفت حد احد الفنانين ومن بعدها خزلك؟ انا حاسس ان في تلقيح في السؤال ده. بيزغرطوا زينا، بيزغرطوا ويصوتوا، مش بني ادمين. اوعى اوعى تقلقش يا فوش، ده بيشوح شويه فاهيته كده يستاهلوا حنكك. بص يا جماعه، ريقه جري، قال لك تكميم ايه دلوقتي؟ القبن حته لحمه. اوبا كانت ايت تو ماتش. ثانك يو. تحفه. كلم الدكتور بقى قول له العمليه باظت يا دكتور. Thank you. والان الشيف فخرت هيخلي فوقش في الارض يبلط. ادعوا لنا يا جدعان، حلقه صعبه. السلام عليكم.